السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب الصف الثالث الابتدائي. أسرة اللغة العربية ترحب بكم. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات كتاب الوزارة على نشيد نيل بلادي للشاعر إسماعيل عبد العاطي. نفتح الكتاب مع بعض. أول سؤال عايزني نوصف هنا الصورة. الصورة هنا فيها ايه؟ فيها مراكب ونخيل يرتفع حول نهر النيل. ممكن نقول ايه من نشيد؟ يجري في نهر النيل الخيرة، فماؤه العذب يشرب منه الناس، ويروي الفلاحون أرضهم. نكمل مع بعض. هات ما يلي. معنى أبهاه. أبهاه قلنا معناها إيه؟ أحسنتم، أجمله أو أحلاه، ومضادها أقبحه. مضاد الخير الشر. من أين يشرب الناس في مصر؟ الناس بتشرب منين؟ الشاعر هنا قال لنا ايه؟ ايوه، يسقي الناس ما احلاه. يبقى يشرب الناس في مصر من نهر النيل. اكمل. ينشر نهر النيل، يجري الخير في دلتاه. يبقى بينشر ايه؟ الخير. نهر النيل ما، وحاطط في الآخر علامة تعجب، يبقى عايزني هنا أكمل بأسلوب تعجب. إيه أسلوب التعجب اللي جيبها عندنا في النشيد؟ ما أبهاه أحلاه أسخاه. هنوصف مع بعض الصورة. هنا الفلاحون بيروا الزرع من مياه نهر النيل. نبقى نقول ايه؟ يروي الفلاحون ارضهم من مياه نهر النيل. الحيوانات تشرب من مياه نهر النيل. ماذا تقول في المواقف التالية؟ هنقول ايه لو حصل الموقف ده؟ مرض صديقك، هنقول له ايه؟ أحسنتم، شفاك الله. نجح صديقك، مبارك النجاح. عاد صديقك من السفر، حمدا لله على سلامتك. اقرأ ثم أجب. يروي الزرع ما أسخاه، يعطينا حبا وحياة، هيا نسجد شكرا لله. معنى أسخاه أكرمه، ومضادها أحسنتم أبخلوا. جمع الزرع الزروع. ماذا يعطي نهر النيل لأرض مصر؟ الشاعر قال لنا بيعطينا إيه؟ أيوة، يعطينا حبا وحياة. يعطي نهر النيل لمصر الحب والحياة. كيف نشكر الله على نعمة الماء؟ الشاعر قال لنا ازاي نشكر الله على نعمة؟ هيا نسجد شكرا لله. نسجد نشكر الله على نعمة الماء. ما اسم مؤلف النشيد؟ اسم الشاعر، والسؤال ده احنا عارفين ان هو مهم. اسم الشاعر اسماعيل عبد العاطي. اقرأ النشيد ثم اكمل. يتحدث النشيد عن الشاعر هنا في النشيد بيكلمنا عن ايه؟ جمال نهر النيل، كرم نهر النيل، شكر الله على نعمه. هنا السؤال ده بيقول لنا ايه؟ اقرأ وميز
نطق الكلمات التالية: مديني مجموعة من الكلمات بها حروف تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب. الكلمات دي احنا بنغلط فيها واحنا في الإملاء، فلازم نخلي بالنا منها. ايه هي الكلمات دي؟ اول كلمة عندي هذا، هذا. هنا في كلمة هذا بنطق بعد الهاء ألف ولا تكتب، يبقى هنا كلمة هذا بها ألف تنطق ولا تكتب بعد الهاء. كلمة الثانية هذه، هذه، بعد الهاء ألف تنطق ولا تكتب. هؤلاء، هؤلاء، بعد الهاء ألف تنطق ولا تكتب. طه، طه، بعد الطاء ألف تنطق ولا تكتب. الرحمن، الرحمن، بعد الميم ألف تنطق ولا تكتب. وممكن نضيف للكلمات دي برضو كلمة مهمة جدا بنتملاها كتير، هي كلمة لكن، لكن، لكن بعد اللام برضو في ألف تنطق ولا تكتب. نكمل مع بعض القواعد والتراكيب. اقرأ ثم أكمل كالمثال: يشرب الماء، يشرب الماء. يشرب، يشرب ده عندنا فعل إيه؟ أحسنتم، يشرب فعل مضارع، هو حولها لإيه؟ اشرب الماء، اشرب الماء. اشرب، اشرب فعل أمر، هنا هو حول الفعل المضارع إلى فعل أمر. وخدنا مع بعض إن الجملة لما بتبدأ بفعل أمر بيبقى أسلوب إيه؟ أيوة، بيبقى أسلوب أمر. يبقى اشرب الماء ده أسلوب أمر. الجملة التانية لا تشرب الماء، لا تشرب الماء. طب لا تشرب ده هنا ده أسلوب إيه؟ أسلوب نهي. نفرق كويس ما بين النهي والنفي والأمر. الأمر أنا بأمرك بفعل شيء معين، الأمر بأمرك بفعل شيء معين، لكن النهي بأمرك عدم فعل شيء معين، إنك ما تعملش حاجة. النهي أنا بنهيك عن فعل شيء معين، لكن النفي أنت بتنفي عن نفسك فعل الشيء ده. طب تعالوا نحل مع بعض ونشوف. يرسم اللوحة، يرسم اللوحة. لما نخليها أمر هتبقى إيه؟ ارسم اللوحة، ارسم اللوحة. والنهي لا ترسم اللوحة، لا ترسم اللوحة. والنفي هتقولي لا أرسم اللوحة. يقرأ النشيدة، لما نخلي يقرأ ده فعل أمر هتبقى أحسنتم، اقرأ، اقرأ النشيد، اقرأ النشيد. لو هنخليها نهي لا تقرأ النشيد، لا تقرأ النشيد. والنفي لا أقرأ النشيد. يزرع الأرض، ازرع الأرض، ازرع الأرض. النهي لا تزرع الأرض، لا تزرع الأرض. النفي لا أزرع الأرض. اقرأ ثم تخير مما على الشجرة. جايب لي شجرة عليها مجموعة من الكلمات، ايه هي الكلمات دي؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. الكلمات دي خدناها مع بعض قبل كده وقلنا عليها كلمات ايه؟ ايوة، اسماء اشارة. طيب قلنا هذا بتستخدم لإيه؟ هذا بتستخدم للمفرد المذكر، هذه للمفرد المؤنث وجمع غير العاقل، هذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث. وهؤلاء خدنا مع بعض إنها بتستخدم لجمع العاقل. نشوف أول جملة معانا: مصباح، مصباح، مصباح. مصباح ده مفرد ولا جمع؟ مصباح واحد يبقى مفرد. مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، يبقى هنستخدم ايه؟ هذا. صورة،
صورة، صورة مفرد ولا جمع؟ صورة واحدة يبقى مفرد، مذكر ولا مؤنث؟ بتنتهي بتاء مربوطة تبقى مؤنث، يبقى هذه صورة. ولو جمع هتبقى ايه؟ جمع غير عاقل تبقى صور، تبقى برضو هذه صور. نافذتان، نافذتان، نافذتان يعني اتنين، اتنين يعني مثنى. طب مثنى مذكر ولا مؤنث؟ نجيب المفرد بتاعها نافذة، يبقى مثنى مؤنث، يبقى هنا هنستخدم لها هاتان. جهازان، جهازان اتنين يعني مثنى. نجيب المفرد عشان نعرف مذكر ولا مؤنث، مفردها جهاز، جهاز مذكر، يبقى هنقول هذان جهازان. جنود، جنود كتير، جنود كتير يبقى جمع. جنود عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، يبقى هنقول هؤلاء جنود. طبيبات، طبيبات مفرد ولا جمع؟ اكتر من اتنين هنا، يبقى طبيبات كتير يبقى جمع. طبيبات عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، يبقى هنقول هؤلاء طبيبات. وبكده نكون انتهينا من حل التدريبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.